لما احنا بقى نيجي نعمل رياليزيشن للديسكريت فلترز، طبعا احنا بنعمل الكلام ده في الهاردوير او في السوفت وير، يعني ممكن يبقى الكلام ده موجود مثلا جوه يعني امبيدد سيستم، او في سوفت وير معناها جوه مثلا عندنا برنامج واحنا بنعمل فيه امبلمنتيشن للفلتر. الاساسيات اللي بنعمل بيها الديزاين بتاع الديسكريت فلتر ثلاث حاجات: حاجه تعمل لها ديلي عشان تبقى زي ماينس 1، حاجه تبقى مالتي بلاير يعني لو دخلت اكس اوف ان يطلع لي الفا اكس اوف ان، ادر معناه انا بجمع حاجتين مع بعض. لو عندي الثلاثه اليمنتس دول اقدر اعمل اي ديسكريت فلتر زي ما انا عاوز. البيسيكلي بقى عندنا كذا ستراكشر ممكن احنا نستعملهم، كذا ستراكشر ناس اتكلمت عليهم ودول اللي فيري ويل دوكيومنتد وهم دول اللي بيستعملوا عاده. يعني بيبقى عندنا حاجتين اساسيتين جدا، الكومبيتيشن كومبلكسيتي والكوانتايزيشن افكتس، يعني الحاجتين اللي هم يعني بيهمونا واحنا بنحل. يعني احنا هناخد وقت قد ايه عشان نطلع الحل، وهنطلع الحل باكيورسي عامله ازاي. اوكي، الاولانيه لها علاقه بوقت بتاع الحل بيطلع امتى، والحاجه الثانيه عباره عن الاكيورسي بتاعه الحساب بتاعتنا عامله ازاي. اول نوع من انواع الرياليزيشن هي الدايركت فورم رياليزيشن، دي بتاخد راشنال فانكشن كده في الزي، يعني تاخد الاتش اوف زي عباره عن راشنال فانكشن كده زي ما احنا شفنا قبل كده، عباره عن نيوميريتور ودينيوميريتور مهما يكونوا بقى الاوردر بتاعهم هنا عامل ازاي، وبحطهم في اركيتكتشر شكله عامل كده. يعني بيبقى عندي هنا بحط زي ماينس 1 زي ماينس 1 حسب انا عندي هنا اعلى اوردر بتاعي هيبقى بيساوي كام، بحط عدد من الزي او عدد من الديليز هنا في النص كده، ويبقى عندي هنا من ناحيه دي الكوفيشنتس بتاعت الجزء اللي تحت بتاع الجزء بتاع الدينيوميريتور، وهنا الكوفيشنتس بتاعت النيوميريتور. اوكي، يعني لو فرضا انا جيت هنا عملت كان الفلتر بتاعي 1 زائد زي ماينس 1 على 1 زائد زي ماينس 1 زائد زي ماينس 2، يبقى معنى كده هنا ايه 1 بتساوي 1 ايه 2 بتساوي 1، يعني دي 1 ودي 1. لو دي 1 زائد زي ماينس 1 يبقى معنى كده دي 1 ودي 1 ودي 0، دي مش موجوده. اوكي، فاحنا بيسكلي بمنتهى البساطه بنيجي بنشوف الستراكشر بتاعنا ده ونعمل له يعني نزود عليه حاجات او نقلل منه حاجات حسب احنا الشكل بتاعنا عامل ازاي، حسب الفلتر كاركترستكس بتاعتنا او الفلتر ترانسفير فانكشن بتاعتنا شكلها عامل ازاي. النوع الثاني من الرياليزيشن ستراكشرز حاجه بنسميها كاسكيد فورم، دي فيها الاتش اوف زي بتاعتنا بتبقى مالتيبليكيشن من مجموعه من السب ترانسفير فانكشنز كده، وكل واحده فيهم لوحديها. يعني مثلا لو انا عندي هنا اتش اوف زي بتساوي حاجه بالشكل ده مضروبه في حاجه بالشكل ده كده، اوكي، احنا ممكن ناخد كل واحده من دول نعملها امبلمنتيشن زي ما عملنا بالظبط بدايركت فورم، وتبقى دي في الاول ودي في بعد كده بعديها. اوكي، فيبقى عندي دي وبعد كده دي، يعني دي عباره عن ان انا باخد الجزء دوت بعمله دايركت رياليزيشن والجزء ده بعمله دايركت رياليزيشن واحط دي بعد كده دي. اوكي، فدي عباره عن شكل مختلف شويه للايه للرياليزيشن بتاع الديسكريت فلترز، مختلف شويه عن الدايركت. لو انا باخد الكلام ده كدايركت فورم يبقى معنى كده لازم اعمل مالتيبليكيشن للتو تيرمز اللي فوق دول، او كل التيرمز اللي فوق لو عندي كذا واحده، وكل التيرمز اللي تحت لو عندي كذا واحده، وفي الاخر اعمل لها دايركت رياليزيشن. انما كده بتسمح لي ان انا ممكن ده اعمله دايركت رياليزيشن وده اعمله دايركت رياليزيشن، وفي الاخر بيبقى هما الاثنين ورا بعض بالشكل ده. ده طبعا بيبقى مفيد لو انا عندي جزء من الفلترز ده او واحد من الفلترز دي انا بعمله تغيير عن الحاجات الثانيه، يعني الحاجات الثانيه دي ثابته مثلا، يعني الجزء ده ثابت والجزء ده بيتغير، فمعنى كده ان انا ممكن اعمل ده واغيره يبقى ده بيتغير وده ثابت زي ما هو. اوكي، لو انا بغير في ده وبستعمل دايركت فورم رياليزيشن يبقى معنى كده لازم كل مره اعمل المالتيبليكيشن ده كله واعمل المالتيبليكيشن ده كله، وفي الاخر اغير كل الكوفيشنتس بتاعتي بقى بتاعت الرياليزيشن كلها. كويس، انما هنا لا، انا ممكن اغير بس في الحاجات اللي انا محتاج ان انا اغير فيها، فدي ممكن تبقى ميزه في بعض الابلكيشنز. النوع الاخير اللي هتكلم عليه في الديسكريت فلتر رياليزيشنز هو البارالل رياليزيشن، وده بيسكلي بيبقى جاي لي عاده من بارشل فراكشن اكسبانشن. لو انا عندي اصلا الفورم بتاع الاتش اوف زي بتاعتي مش جايالي ان هي عباره عن بولينوميال فوق وبولينوميال تحت، لا ده جايالي عباره عن حاجه زي بارشل فراكشن اكسبانشن زي ما احنا شايفين هنا كده. فبيسكلي لو احنا عندنا الفورم جايلنا كده، بدل ما اضطر بقى ان انا اقعد احسب الكلام ده احوله تاني يبقى بي اوف زي على اي اوف زي واستعمل دايركت رياليزيشن، انا ممكن اخد كل واحده من الفورمز دي واعمل لها الدايركت رياليزيشن بتاعها لوحديها واخليهم كلهم ان بارلل كده مع بعض، الاوتبوت بتاعهم كلهم يتجمع مع بعض. اوكي، فطبعا دي حاجه مهمه جدا، لان انا برضو نفس الكلام لو انا بعمل مثلا بول لوكاليزيشن او بول لوكيشن، مثلا بغير في البول لوكيشن بتاع واحد من الايتيمز دي او واحد من التيرمز دي، يبقى معنى كده ان انا لو انا بحاول احسب البولينوميالز بتاعت عشان اعمل دايركت فورم رياليزيشن، يبقى معنى كده لو انا غيرت بول واحد يبقى معنى كده كل الكوفيشنتس هتتغير، يبقى معنى كده لازم اغير كل الفاليوز او ابديت كل الفاليوز الموجوده عندي في الرياليزيشن كله. انما هنا لا، لو غيرت في دي يبقى محتاج اغير بس في ايه
في واحده بس فيهم اللي هي اف دي وخلاص، مش محتاج اغير في كل الحاجات التانيه. اوكي، فدي برضو واحده من الفورمز اللي احنا ممكن نعملها كونسيدريشن واحنا بن امبلمنت الديسكريت فلتر بتاعنا.